أوكي، يعطيكم العافية. أول إشي بدي أطلب منكم إنه كلكم تعملوا ميوت، وبس لما بدكم تشاركوا بتعملوا ريز هاند، ووقتها بتقيموا الميوت. أوكي، بس عشان ما نعمل أي ضجة. أوكي، أهلا وسهلا فيكم. اليوم معنا جلسة جديدة من جلسات نادي الكتاب Out and About، منصة المواطن العالمي، وأنا معكم سلمى الأشهب. اليوم رح نتناول كتاب هو خفيف يعني، بس يعني محتوى كبير وبيدعونا للتساؤل. وحتى هلأ إحنا قبل الجلسة كنا بنحكي بمواضيع كتيرة، فممكن هلأ كلها نعتبرها من محاور النقاش ونرجع نعيد ونحكي فيها باستفاضة أكثر. الكتاب اليوم اسمه أساطير أوروبا عن الشرق، وفي تكمال للإسم لفق تسد. هذا الكتاب صدر عام 1993، فيعني تقريبا عمره عم نحكي 30 سنة، للكاتبة السورية وهي إعلامية وباحثة رنا قباني. الكتاب صدر باللغة الإنجليزية أساساً، يعني مش بالعربي أصلاً، وتحت عنوان Imperial Fictions, Europe's Myths of Orient. وأظن هو كان جزء من رسالتها للدكتوراه عن الشرق. المهم، هذا الكتاب بيتناول زي ما حكت الكاتبة أو زي ما كتبت بالعنوان أساطير، هي قالت إنه هدول أساطير، وقالت إنه لفق تسد. إيش يعني؟ يعني إنه أنت بتألف أو بتحط قصص مش بالضرورة إنها تكون حقيقية، يعني تلفيقات وكذب عشان تسود، عشان أنت تسيطر على المكان اللي أنت بتهدف إنك تسيطر عليه. أوكي؟ فزي ما حكينا من الاسم، وهي عم تحكي إنه هذا الأشياء اللي بدنا نحكي عنها بالكتاب هي كلها أساطير. أساطير يعني أكاذيب، يعني لا تستند على حقائق بل تستند على أهداف تانية، وهلأ بدنا نبحث فيها ونشوف إيش هي هاي الأهداف التانية. دقيقة بس. الله، المهم، فزي ما حكينا هذا الكتاب بيحكي عن الأساطير، أو بيحكي بيركز على أدب الرحلات اللي انتشر، والاستشراق، أدب الرحلات الاستشراقية اللي انتشر أكثر إشي بالقرن 19. هي بتحكي يعني بتتناول حتى من القرن 17 و18، بس التركيز كان أكثر إشي على فترة القرن 19. أوكي؟ اللي هي 1800 من 1800 لل 1900. وحتى معظم المستشرقين اللي تناولتهم بهذا البحث هم معظمهم كانوا بالقرن 19، مع بعض الاستثناءات اللي هلأ طبعاً رح نحكي عنها. طبعاً في كتير كتب طلعت عن الاستشراق، يمكن أهمها هو كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد، اللي أمنية حياتي إني أقرأه، صلوا على الليست عندي من 10 سنين ولهلأ مش عم بزبط أقرأه. بس هذا الكتاب أكيد لا يقل أهمية، وهلأ بنشوف إيش الأسباب اللي بتخليه كتاب مهم وليش ضروري إنه نناقشه. هلأ قبل ما ندخل في الموضوع، بس لفت انتباهي، هلأ أنا كان عندي شوية ملاحظات أو شوية شغلات يمكن ما كانت كتير عاجتني بالكتاب، وهلأ حاطتها كمحور نقاش، بس حبيت أشوف. بحب أنا دائماً أدخل على Goodreads وأشوف الريفيوز، أشوف إيش بتحكي. فلقيت الريفيوز الأجنبية لقراء من غير العرب، اللي هو أساساً الكتاب موجه لهم، كانت معظمهم معطين ريتينج 4 و5، وكانت الكلمة اللي تكررت عندهم كتير إنه هذا الكتاب is an eye opener، يعني بفتح العيون. فهل هو فعلا بيفتح العيون؟ هذا النقاش اللي هاي آدم رافع إيده، اللي كنا عم نحكي فيه قبل، هل هو فعلا هذا هاي الأساطير أو هاي الآي أوبينر، هل هي فعلا آي أوبينر، ولا إحنا عم نحكي خلال 30 سنة اللي من وقت صدور الكتاب لهلأ مع كل الانفتاح والعولمة والسوشيال ميديا، إنه هل هو فعلا لسه نظرة عن الشرق ما زالت زي ما هي، وإنه فعلاً لسه منحتاج لهيك كتب إنه تفتح عيون الغرب على هاي النظرة الاستشراقية ولا لا؟ آدم تفضل. بالبداية يعني أحب احتمال قد ارتكب خطأ، بس أقول لك إياه في موضوع قراءتك الكتاب إدوارد السعيد. أنا ما أعرف صراحةً الكتاب إيش قد راح يضيف لك إذا قرأتي هذا يعني كتاب اليوم. السبب بهذا الموضوع هو صح من الكتب الأولى اللي اشتهرت كثير كتاب إدوارد السعيد في موضوع الاستشراق ونظرة الغرب،
بس أنا مرة ثانية أقول هاي المسائل يعني صار بها تغير كبير جدا. ففي اعتقادي الشخصي هكذا مواضيع هي أصلا بطبيعتها حديثة، الإنسان يجد بها آخر الكتب الموجودة. أنا صراحة عملت سيرش كلش سريع كلش سريع، يعني ما أقدر أقول إنه ماكو كتب، ولكن بس أريد أقول لك شيء واحد يعني بس لتوضيح المعلومة. واعتقد انتو يعني حلو في الاردن عندكم كثير لاجئين جوي من دول الجوار. بالسويد مثلا كدوله عشت بها ودرست، سووا فد مؤسسه خاصه، مؤسسه يسموها الدعم النفسي اللي هو من هو اجنبي. ليش؟ لاحظوا انت انا متطي دعم لانسان مثلا لاجئ او مهاجر، لازم تفهم ثقافته وشون يفكر للامور. فصار عندهم مؤسسات عندهم ادراك وفهم للعقليه الشرقيه بشكل صراحه باهر باهر. ف هذا الشيء ما كان موجود قبل 20 سنه، بس للتوضيح ان هالمؤسسات كلها اسست خلال 20 سنه، ال 15 سنه الاخيره، يمكن بعد حرب العراق 2003 بدا صار وعي اكثر في هذا الموضوع والادراك له. فهذا بس تعليق سريع على موضوع الكتاب. اني ما اعرف اذا قد نفسيا دا ساعدك حاليا على مود ما يصير. انا اعرف هذا الشعور كله زين، عندي هم كتب نايمه صار لها 10 سنين وتانيب ضمير، فما اعرف اذا هذا لا هو الشيء راح. تحدي بس بس تحدي تحدي بيني وبين حالي اوكي كل زين من الكتب المستعصية علي كان. اوكي اذا المعرفة للمعرفة في حد ذاتها هذا الشيء انا كثير احترمه. عذرا سؤالك شنو هو؟ بس كان السؤال الاول اللي عندك السؤال انه اللي كنا نحكي فيه قبل ما تبدا الجلسه، انه هذا الكتاب صدر قبل 30 سنه، فهل فعلا احنا لسه بنحتاج انه نوضح انه هاي الاشياء هي اساطير، مع انه احنا لسه هلا بدنا نناقش انه هل هي فعلا كلها اساطير ولا لا؟ هو اكو مساله بالضبط بهالنقطه. اني اجدت محاضره بتاد سمعتها صراحه لامسه هاي النقطه، و الاستنتاجي اني من هالمحاضره بتاد انه احنا بحاجه لهذا الشيء. بس صراحه يعجبني اسوي شير سكرين على مود يوضح لمن يحب يعرف في المحاضره نفسها، يعني شوف هاي مو محاضره طويله 20 دقيقه، بس صراحه قيمه جدا من عالمه نفس. فاذا تسويني كوهوست من فضلك راح اقدر اسوي شير للسكرين. مش ضابط معي اذا بتقدر تعملها شير على الشات واللي بيحب. الدقيقة خلي أشوف أنا هنا، أنا راح يكون كل المحتويات موجودة لمن زين زين. أكو سؤال، أنت تقدرين ها أنت ما تقدرين تسوين شير سكرين لو بعث لك إياها تدخلين عليها؟ خايفة أخرب الجلسة صراحة. أوكي أنا حدخل هنا أنا اسم الجروب ومن أظن أنت نزلتها على مرة نزلتها الأسبوع الماضي. لا أنا نزلتها فقط على البودكاست مالتي، أنا ما نزلتها على الصفحة مالتكم. فينا ننزلها إذا بتحب، بس ينزل تسجيل الجلسة إن شاء الله، بتقدر تنزل عليها هذا الهو لهذا اللينك للي مهتم. شنو تقول عالمة النفس هاي؟ تقول اليوم وإنه أني قلت لك إنه بحكم التكنولوجيا تطورت بصورة عامة، مثل ما إحنا هسه قاعدين، شيء قبل 20 سنة ما كنت أحلم به إنه نقدر نقعد إحنا مع دول مختلفة ونقعد نتحاور وجه لوجه ونوصل لهالمرحلة من القراءة السريعة للأفكار. فاليوم أكو فد جزء من موضوع أنه المعلومات ما ممكن أنه كل الشرقيين هم هالشكل، هذا الشيء ما ممكن كلام فاهم، حتى من هو عنصري وحتى من هو يعني أفكاره مو جيد عن الآخر فاهم، مو كل الآخر نفس الشكل. بس اللي تقوله هاي عالمة النفس، أكو فد نقطة إنه وجود اختلافات، يعني لحد الآن أكو فاهم إنه أكو فد اختلافات عامة، هي الفكرة مو هو الصورة عن الآخر، الفكرة شلون نتعامل مع هذا الاختلاف. تقول الاختلاف أو هاي بالمناسبة هاي شوية قديمة، يعني هاي مو هسه جديدة علم النفس وصل لها، حتى علماء الاجتماع علي الوردي أنتوا بعض كتب الكاتب الأصم عربي أو عالمي أريد أسميه من علماء الاجتماع حتى شيء كلش حلو. يقول الاختلاف حتى بالمجتمع شيء مهم ما بين المحافظين والمجددين، حتى ما بين الدول، انه اكو دول ليبراليه واكو دول محافظه، هاي تكمل بعضها في العالم. اوكي مو كل العالم لازم يكون اوروبا، لانه كل عالم يسموها يعني ليبرالي جدا هذا الشيء مو جيد، يعني اكو تغيرات اشكال بها كثير تاثر على تطور المجتمع. هذا التعدد وتقبله شراع يثري العالم،
بس مو الكل دا يقبل يتعامل بالغرب بهالصوره. للاسف اكو من ياخذ النظره للاخر ويستخدمها استخدام سيء يثير الرعب قد وهي بالخص على الموضوع السياسي جدا واضح، حتى الموضوع الفكري. الموضوع الفكري انت بكيفك تفكر شو ما تريد، بس هو من تستخدمه الى اصوات وتوصل به الى سلطه انت وتتعامل مع دول اخرى، مثلا تمنع مثل ما صار بعهد ترامب اي واحد مولود بفلان دوله ما يدخل امريكا، هاي كارثه. هاي في عهد هتلر شفناها، في العهد الحديث حتى الامريكان اللي هم صوتوا له اعترضوا عليه انه هذا شيء مجنون. انت اخذت اختلاف ونظره اخرى، احنا ناس ما نريدهم، بس مو ما نوضع قوانين سياسيه عليها تمنع دخول الناس. هنا تجي الحاجه، احنا بحاجه ندرس هالشيء. الاختلاف موجود نعم، والتطرف موجود نعم، بس شلون نتعامل احنا معه؟ اوكي. إذا الحوار الآن ردت أشير إلى أحد من بالبودكاست ماتي البرنامج الإذاعي علق، أحد اللي علقت قالت للأسف هي أكو نظرة سلبية بس هي حقيقية إلى جزء ما، يعني لحد كبير هي حقيقية. أنا ما عندي اعتراض على هالشي. نعم، شوف إيش سبب هاي النظرة السلبية كلاً. نعم، إحنا اللي بدنا نشوفه هو ليش لسه هاي النظرة السلبية موجودة. لا، بالسبب ببساطة أكو سلوكيات سلبية. يعني إحنا في عالم العربي إحنا متفقين على كل شيء يصير، لا أكو أكيد انتقادات داخلية شديدة. حتى أكو شيء جميل، أكو كتاب علم الاجتماع قرأته بالسويد، شيء كثير جميل يدرس بالجامعة، يقول من كل نقد داخل كل مجتمع كل شيء جيد، بس يكون من داخل المجتمع نفسه. يعني مثلا أنت كمجتمع عربي داخل المجتمع يصير إصلاح، من يجي مجتمع غربي أصبح الآخر دي يوجهنا. دي تعرفين أكو مسألة يسموها الاحترام، يعني هو إحنا مو بحاجة نعرف اليوم وضع المرأة عندنا مو جيد، أوكي هذا ما كنت أحد يقول لنا إياها، بس هذا مو أحد يقول والله أنتوا الشرقيين تعاملوا المرأة بشكل سلبي. ليش هو بالغرب مثلا ماكو تعامل سيء مع المرأة؟ لا موجود. أنا أقول تجارة سلعة شكل وجمال وأغراء، خلينا نحكي بوضوح. الكل الغرب؟ لا طبعا مو كل الغرب، بس موجودة هالاستخدام السيء. بس شنو أريد أقوله، نعم السلبة النظرة هاي موجودة، يعني أكو سلوكيات خطأ، بس أكو نقطة مهمة لازم أفكر بها سلمى. أنت مثل ما تحكي، وإحنا كمثلا أشعر للأسف أشعر كثير بين الشرقيين أكو حالة من الخجل، وأني نفسي أعاني من أدها إلى فترة قريبة، وبعض الأحيان أعاني من أدها من يصير شيء مؤسف، جريمة بالعالم بالشرق الأوسط أو شيء، جريمة يعني جرائم شرف، جرائم تنكيل بطوائف وغيرها. بس بعدين الحياة علمتني زين، ما هو أكو جرائم قاعد تصير بأمر القانون. يعني مثلا حظر الحجاب في فرنسا، هذا كثير من عارضه من المثقفين الأوروبيين، قالوا إحنا نطالب المرأة شتري تلبس تلبس، هذا من حق الإنسان زيه، وإحنا معه جداً أنه يكون لبس عصري، بس إحنا مو رح نشيل نوضع قانون. وهذا ما صار بالفعل انتقادات قوية أنه قبل كم سنة هذا اللبس المايو اللي هو طويل كلش أنه منع، فقامت تروح الشرطة على الوحدة اللابسة هيك لبس مايو بالبلاج فرنسا، يقول هاتي تقومين من أنا يا ما تنزعيني يا ما تقومين. فهاي المسألة صارت انتقادات قوية جداً، أنه أنت مبدأ الثورة الفرنسية كان إنه يوجد شيء من الحرية. أنت بأي أساس وضعت نفرض أنا أقولك مو مسلمة؟ أكو هواي مثلاً من السيدات الأوروبيات من تولد صار عندها فد شيء ببطنها، قد تريد تلبس شيء طويل ما تريد تبينه، طب هذا مو سبب ديني مع الموضوع، أوكي؟ قد مثلاً عندها وزن زيادة، أكو مليون سبب وسبب. أنت ما توضعت حد. هنا يجي موضوع الاختلاف، وإذا نريد نحكي عن نفسنا وننتقدها لعد الآخر خلينا نشوف عند عيوبه. انتقد كل مجتمع في داخله، احنا خلينا نصلح. نعم نقول بالضبط، احنا خلينا عند هاي النقطه نعطي مجال للبقيه، ورح نرجع اكيد لهاي النقطه، لانه اكيد طبعا هي بالنهايه الفكره من هذا الكتاب جزء منها انه احنا نعرض ثقافه الاختلاف. هلا المشكله كانت بالمستشرقين وبالرحاله بهذاك الوقت، مش إنه هم كانوا يعني الفكرة مش إنه هم معارضين لهذا الاختلاف، بالعكس هم كانوا بدهم هذا الاختلاف وكانوا حابين هذا السحر وغموض الشرق، لكن هي الفكرة أو المشكلة الأساسية كانت إنه هم كانوا عم بنظروا للموضوع من نظرة فوقية ونظرة طبقية بحتة، إنه هم أفضل من كل هدول الشعوب الشرقية اللي هلأ كمان بدنا نيجي على أفهمه. نعمة تفضلي. مرحبا.
أنا بس حبيت بس تحكي شغلة يعني بالنسبة للكتاب، إني حبيت إنه بالنسبة للاستشراق ودراسة الشرق وهالقصص هاي، راح كنت يعني أتساءل يعني مثلا ليش تا يدرسوا إنه الشرق ويدرسوا عاداته وتقاليده وشغلاته وأموره. فبكتاب وضح هاي النقطة، إنه هو لما درسه أو شيء مش لمجرد إنه يدرسه، بده يدرسه ويدرس طباعه وأخلاقه وهي الشغلات عشان يعرف كيف إنه يسيطر عليه، كيف انه يشو كيف انه يستعمل. كان يعني كل هذا الاستشراق والرحاله والبحاثه كل هذول عشان يعرفوا كيف يعني بهدف استعماره. فهو انه قبل ما يروحوا يستعمروا هذا البلد بدهم يشوفوا كيف بيفكر، كيف اخلاقياته، كيف اموره، كيف حياته عشان يسهل عليه. وغير عن هيك كمان حتى من قبل ما يدرسوا انه يعززوا حتى الفكره اللي هم ماخذينه عنها من قبل. يعني إذا لاحظنا إنه من زمان قبل بداية الاستشراق، بداية الرحالة والبحث هناك، كانوا يعني زي ما تقول عندهم فكرة عن الموضوع هناك، بس بعثوا هذول الناس مش عشان بالفعل يدرسوا مزبوط وينقلوا صورة حقيقية عن الشرق، لا، بدهم يعززوا الفكرة اللي كانت في بالهم. يعني لدرجة إنهم لما كانوا الرحالة يروحوا ويستكشفوا أو يدرسوا أو يبحثوا، كانوا زي اللي ماخذ معاه المادة أو ماخذ معاه الفكرة على الشرق وبس بده يعززها. وحتى يعني إنه ما يبحثوا مظبوط قدر ما هم رايحين مشان يثبتوا اللي نقال من قبل. يعني كل اللي قالوه من قبلهم الجداد يعني يعززوا أو يأكدوا اللي صار، حتى لو في نسبة يعني تكون صحيحة أو مش كلها أو نسبة قليلة، إنما كانوا يعني زي ما تقول إنهم يريحوا حالهم، إنهم يأخذوا الإشي الجاهز ويطبقوه على الواقع وينقلوه لبلادهم. وبلادهم طبعا لما بتقرأوا شغله، حتى لما جابوا سيرة في هذا، انهم كانوا يعني لهذول البحاثة او هذول الكتاب او الباحثين يعتبروهم كأنهم انصاف آلهة، او انه كأنهم انهم هم مصدر المعلومات ومصدر كل شيء عن الشرق الاوسط، عنهم بغض النظر الشرق الاوسط او مش الشرق، اللي هو الشرق او كتاب الاستشراق. هلا فهو بالضبط بس الشرق هون، معلش بدي اعمل مداخله صغيره، هو هون مفهوم الشرق اللي كان اللي الكتاب عم بيركز عليه هو مش فقط الشرق تبعنا، مش الشرق بالضبط. لا انا صح حددتها، انا حكى على الهند صح مضبوط كلام. انا لا حكيت على الاوسط بس هيك، بس انه انا يعني اقصد انه هو الشرق ككل بشكل عام، انه هو حتى تمهيد لاستعماره وللسيطره عليه. هلا بالماضي كان كل الرحالة كان هدفهم استعماري بحت، يعني هاي واحدة من الأشياء اللي بالكتاب حتى هي ذكرتها، إنه مش كل الأسباب كانت متمحورة فقط، يعني مش نابعة من نظرة إمبريالية واستعمارية بحتة، إنه في منهم كان حابين الموضوع، هو حابين مشان بس يثبتوا إنهم هم متفوقين، مشان إنهم هم الشعب المحافظ، الشعب المكيد الذكي، وانه غيرهم اللي هو الادنى، زي كانهم بدهم انهم يصنفوا العالم او البشر، انهم مثلا خصوصا اللي هو الحكم الفكتوري ببريطانيا، انهم هو الشعب الارقى، هم الافضل. فهم لما صار يعملوا الاستشاق كانهم كيف بتقول انهم هم افضل من بقيه العالم، انه هو العالم البقيه بطبقه ادنى وهم بطبقه اعلى، لحتى ما صارت الامبرياليه وصار الاستعمار هذا، فساعدهم هذا البحث والاستكشاف والاستشراق على عمليه الاستعمار. هو فعلا اذا لاحظنا اصلا معظم المستشرقين كانوا يا اما انجليز يا اما فرنسيين، واذا بنيجي بنطلع على اوروبا يعني ان جنرال الاستعمار كان من هذول البلدين اساسا. اوكي، يعني اذا في ممكن نقاط اخرى فيما بعد اكيد راح نيجي بيها وقته. طيب شكرا. هنا مرحبا سلمى. الكتاب كتير بسم البدن، يعني عن جد الواحد بيقراه بصير يعني بده يرميه، يعني حرام هي الكاتبة فظيعة، يعني كيف كان جايبة بحث كامل، يعني هي باحثة أكثر من إنها كاتبة، يعني لا ما خلت جملة، ما خلت كاتب، ما خلت. بعدين كيف وصفتهم نفسيتهم هدول الرحالة أصلاً مشوهة، عشان هيك راحوا على بلاد وشوهوها، لأنهم هم أصلاً هيك يعني كلهم بخبط فظيع، يعني حتى اللوحات الرسم اللي الناس تتقتل عليها عشان تقتنيها، اللي هي بسموها
اللوحات الشرقية اللي رسمها أجانب، يعني بينت قديش هاي من وراها معاني خبيثة، زي ما صورت الحارس. قديش شفت أنا، بتعرف بتروح على معارض بتشوفيهم هدول الأورينتال، الحارس الأسود اللي ممنوع الشرق بغموضه يجي وراها، هم تخيلوها وتخيلوا الجواري وتخيلوا العاريات وتخيلوا، وقالت قديش ركزوا على موضوع احنا انه الشعب اسيا، هو هي حكت عن اسيا، هم كان عندهم فضول لاسيا الوسطى، حتى الصينيين جابوا سيرتهم، حتى القوقاز حكوا عنهم، ف يعني جابوهم بصورة مشوهة. أنا ضلي لي 50 صفحة من الكتاب ما كملته، بس حكت يعني فيش ضمير، يعني حتى بالوصف أنت أصلاً ما شفت إنه السلطان بيوقف وبصير يقطع روس السود والعاريات أنت ما شفت، بس هو تخيل وذكره يعني ما كان في عنا إشي غير هذا الوصف في هذا في مصر مثلا، وين المدارس، وين المذاهب اللي كانت تدرس، ولا انجابت سيرتها ولا انجاب اثرها. يعني بقول لك الكتاب كان رهيبه، هي انه كتبت عن الكتاب، بس شوفي انا لما فتحت على جوجل ما لقيته، الكتاب مش موجود على اي ريفيو لإله، يمكن لاني كتبت اسمه بالعربي. جودريدز بعدين موجود على جودريدز. في تعليق صغير في انه هاي الهجمة للأسف عم بتزيد، ما وقفت هاي. الستيريوتايبس لسه موجودة، مظبوط. طبعا الخبط كان كله مشان ان احنا نستعمرهم طبعا، وبنظروا لانه غني وقلائد وذهب ومش عارف، بيصوروا الجاريات وغير والابيرات والهاي، انه في ذهب هون فيها، يعني مشان لما يجوا يستعمروا شعوبهم تكون راضية عن الاستعمار، وطول عمرهم طبعا، عشان احنا يعني نوجههم للعلم، نوجههم عنا انه احنا، او عن الاتراك، او عن نوجههم للعلم، نوجههم يعني بفرجوك قديش انت جاهل، اعمى، بلا بصر ولا عقل. مش معقول، مش معقول يعني هذا اللي وصل حتى مكة وشاف الناس قاعدة بتبكي عند الحجر الأسود، قال لا قديش هو كان مذهولا بنفسه لما شافهم بيبكوا، يعني إني أنا مش زيهم يعني. طب هدول متدينين، يعني أنت شو الفرق بينه وبينكم شاسع. بعدين هم بيحكوا عن الجاريات وعن، طب ما إحنا قديش، أنا حاضرة أفلام قديمة لإلهم، هنري الخامس اللي كان لما بيزور من بلد لبلد لازم يحضروا له جواري، هاي أفلامهم، مش هذا إنتاج هوليوود يعني، مش عربي الفيلم بالنهاية يعني. أفلام، برضو بدنا نلاحظ إنه هي بالنهاية أفلام. وبعدين كل ملك عندهم كان عنده عشيقة، حتى مرته تكون عارفة فيها، يعني هي مرته بس قدام الاحتمال، الناس. تعرفي هنا النقطة اللي طرحتيها كثير منيحة، برضو احتمال إنه هذا اللي عم بتورجى بهاي الأفلام هو نفس الإشي اللي عم بنعمل بهاي الأساطير اللي طلعت اللي إحنا عم نناقشها اليوم، إنه إحنا إيش في برضو بالنهاية دلائل تاريخية وإشي مؤكد إنه هيك كان يصير فعليا. يعني بالنهاية في خيالات محددة، في ناس بيكتبوا بأمور معينة وصارت ستيريوتايب، فصار عندنا تخيل إنه هذا الملك عنده محظيات وعشيقات، وهذا بالوقت الرومان هيك كانوا يعملوا، بس إحنا فعليا إيش الدلائل اللي موجودة عندنا؟ يعني ممكن يكون صار زي ما صار بالكتب اللي عم توصلنا، كتب رحلات الاستشراق، مش ممكن تصور برضه؟ كل يعني اكثرهم كان بتصور يعني هاي الاشياء خلف الباب، هذا اللي بضلوا يقولوا عنه قديش الشرق غامض، وقديش سادد الباب على عقله وعلى عائلته وعلى حريمه. حتى انه مره شافوا سلطان بملابس عاديه كان بده يدخل يصلي، كمان هذه انتقدوها. طب انت انتقدت السلاطين وايش بيعملوا بالرفاهيه والموائد والاكل، طبعا هم كانوا يروحوا عشان الاكل. مره شفت واحد بالطياره الماني جاي على الاردن عشان المناسب مثلا يعني. فهم يعني كله تصورات، لانهم هم نفسيتهم مشوهه، هم اللي كتبوا،
زي بورتون ايش هذا ولين، ومش ما خلت اسم، ما حكت، وما عم نحفظه يعني، ولا لورنس العرب، ولا لورنس اوف اريبيا كلنا بنعرفه طبعا بسبب الفيلم المشهور. بورتون برضه من المشهورين كثير، لانه هو اللي الف على فكره ألف ليلة وليلة. ألف ليلة وليلة ما كانت مكتوبة أساساً، هي حسب ما بحكي الكتاب إنه هو تم تجميعها من الأدب الشعبي، وهو لحاله كان يحط عليها حواشي، والحواشي هي ترجمة ترجمة برضه. بالضبط، هو كان يزيد بالضبط، يعني هو كل قصة عادية كتير هو يهول فيها بناء، وحطت هو كيف كانت نفسيته. لا برضو ما بنعرف بالآخر إيش الدلائل الحقيقية على هذا الحكي، برضو إحنا بدنا نكون يعني ناخد نكون حياديين، إنه هل برضو هي في دلائل على اللي بتحكي؟ يعني ما بنعرف، يعني ممكن يكون الزلمة فعلا ثقة، وممكن ما يكون ثقة. بس بالآخر هلأ ألف ليلة وليلة هي أكيد مش إشي حقيقي، بس للأسف هي نقلت صورة الشرق المشوه، وبناء عليها صار كتير شغلات، صورة ترسخت يعني، وصعب إنك تقيميها. وبعدين هو استعمل كلمات بتقول لك بتجذب هدول الأوروبيين اللي مزاجهم بهاي الإباحية. إذا في واحد كاتب كان أبوه ما يخليه يقرأ هاي قصة ألف ليلة وليلة، قد ما هي إباحية يعني، فيها مش عارفة يعني إمتى ممكن هاي كل هاي الكتابات البذيئة يعني كيف ممكن تنقام من عقلية الأوروبي. بعدين إحنا بالنهاية غير عنهم، إحنا مو زيهم يعني، لازم يفهموا إحنا هم غرب وإحنا شرق يعني. ليش لازم يفهموا؟ هاي مسؤولية مين إنهم يفهموا؟ ليش لازم نكون زيهم؟ احنا كل شيء عندنا غير عنهم، كل شيء، شكلنا، اكلنا، حكينا، لغتنا، ديننا يعني، والدين المسيحي هذا اللي بقول لك يجب التكنولوجيا ان تمر، لازم تكون مسيحي حتى تكون تكنولوجيا، حتى تكون عقلك تكنولوجيا يعني. بعرف زي ما قلتي اذا الباحثه مبالغه بالموضوع، بس لا، كانت تجيب كلمات، كانت تجيب اقتباسات من كتاب، وكل واحد باسمه يعني، حتى نيتشه، حتى بولدر، هذا كمان يعني، كل كتاب عظام يعني كتبوا عن الشرق وسفهوا فيه. ما بعرف في النهاية مش كلهم كان عندهم المصادر متاحة، يعني زي ما قلتي إنه في ناس بنوا بناء على الصورة اللي أوريدي موجودة عندهم، وفي ناس يعني الرحال ومش عارفة أي واحد فيهم حكى إنه أنا كنت رايح على أساس بدي أوصف المناظر الطبيعية وطبيعة البلد، واكتشفت إنه القارئ الغربي ما بده يقرأ عن هاي الشغلات، بده الشرق اللي بلهب مخيلته، الشرق الساحر، الشرق اللي فيه شبق، الشرق اللي فيه إجرام وحشية، اللي هي هاي الصورة اللي كتير كانت ترسخت في ذهن الغرب، وهاي اللي حاولوا دائما ينقلوها. الوحشية كانت واحدة من الأشياء، التخلف، الشبق، وتحديدا عند النساء، انه يعني هدول غير مأمونين الجانب، يعني شطبونا. الكتاب يعني انه بفرج بنورك عن هدول الكتاب ايش في النهايه رسخوا بعقليه شعوبهم. ما كانش سهله انك تقيمي هاي الفكره عنا عند الاوروبيين، وطبعا في من اجل الاستعمار بس يعني، كمان هذه كانت كتير مهمة. والجواسيس آخر إشي صاروا جواسيس يعني، هلأ قولي الجاسوسية ما إلها موقع عنا يعني، لأنه بالتكنولوجيا بطل في داعي توظف الجاسوس يعني. كانوا زمان يقصوا الجاسوس ويعطوه مبلغ وقدره يعني، وكانت الحكومة تعطيه مبلغ وتقول له روح على مصر مثلا للجاسوس عشان يشوفوا كيف بدهم يستعمروا مصر يعني. بس اوكي، شكرا هنا. رامي، مرحبا. اهلا. في عندي نقطتين من الـ من الـ من الـ من التعليقات اللي سمعتها. النقطه الاولى انه الاستشراق هي عباره عن ابحاث عشان نعرف هاي المناطق ونقدر نستعمرها. وفي نقطه ثانيه بتقول هذا الاستشراق عشان ننقل صورة غير صحيحة. فأنا بحسهم هدول نوعين،
يعني اذا النوع تبع المعلومات الصحيحه مش المفروض يوصلنا، لانه هاي معلومات اذا بدكم استخباراتيه عشان نعرف الطبائع الحقيقيه والمجتمع الحقيقي عشان نقدر نستعمره، فما بزبط يكون في تشويه اذا بدنا نفهم هدول الشعوب عشان نستعمرها. وبالتالي اكيد المعلومات وصلت انه هاي مثلا الشعوب الشرق اوسطيه في عندهم تنوع ديني وفي تنوع ديموغرافي وفي تنوع اثني وفي تنوع بالاعراق، فهاي المعلومات الصحيحه لازم توصل عشان تكون عنده معلومات صحيحه للاستعمار. هلا النوع الثاني من المعلومات هو تبرير الاستعمار، يعني تبرير الاستعمار لعامه الشعوب تبعتها، وبالتالي هون بيجي عمليه النقل صورة مشوهة إنه هدول همج وهدول بفهموش وهدول الشرق الأوسط عبارة عن ديانة واحدة بس وبيعملوا واحد تنين ثلاثة، فعشان نبرر إنه كلهم على خطأ ويجب علينا إنه إحنا نروح لعندهم ونفهمهم الصح لأنهم بيعرفوش مصلحة حالهم. ففي نوعين من الاستشراق. هلأ هل فعلا المعلومات بالصورة الحقيقية انتشرت؟ لأنه من وجهة نظري أنا هاي معلومات استخباراتية لأجل السيطرة على شعب معين، فهذا التساؤل اللي عندي بموضوع الاستشراق. أنا أظن إنه كان في نوع من المعلومات ما كانت توصل أساسا، اللي هي زي ما قلت المعلومات الاستخبارية اللي هي عشان تعرف أنت فعلا مع مين بتتعامل. بس هاي إذا عم نحكيها كأدب استشراق، لما كانت توصل الكتب للشعوب إيش كان الهدف منها؟ الهدف مثلا بدي أعطيك مثال، إذا بدنا نحكي عن الموهيكنز اللي هم الحنود الحمر في أمريكا، كانت كل الصور اللي توصل للغرب عن الهنود الحمر إنه هدول سافجز، يعني هدول متوحشين، يعني متخلفين بالمرة، هدول بياكلوا لحوم البشر. هل هاي الصورة حقيقية؟ احنا بنعرف انه على الاغلب انه هي مش حقيقية، بس هاي الصورة اللي انحطت بالادب، هاي الصورة اللي انحطت بالافلام، هاي الصورة اللي انتقلت للشعوب، ايش الهدف منها؟ الهدف منها انه انت كالرجل الابيض ملزم انك تنقذ هاي الشعوب المتوحشة. حطوا مثلا واحدة من الامثلة اللي ضربتها اللي هي شو اسمها، هاي بوكاهونتاس، انه بوكاهونتاس قدرت تنقذ شعبها لما اتجوزت الرجل الأبيض. في كمان الدين كان له دور، إنه هم كمان كان في حملات تبشيرية، فكان بدهم، وهاي قرأتها بكتاب برضو بنصحكم تقرأوه اسمه أشياء تتداعى لأتشيبا، نسيت اسمه، بيحكي عن أفريقيا كيف كانوا كقبائل متخلفة، بس كيف لما بدوا يدخلوا عندهم المبشرين بالمسيحية وكيف تغير المنظومة الاجتماعية وشكل القبائل تبعتهم. فكمان هاي بتورجيك مرات انه بدي اسميها الرجل الابيض احنا، لانه هي مش بس على الشرق، يعني هي فعليا عم نحكي عن جنوب، عن افريقيا عموما تعرضت لنفس الشيء، عم نحكي عن استراليا تعرضت لنفس الشيء، امريكا الشماليه والجنوبيه تعرضوا لنفس الشيء، فمش بس الشرق. فاي شيء كان في من وراء اهداف استعماريه وامبرياليه كانوا يهيئوا لشعوبهم انه احنا رايحين ننقذ هاي الشعوب. الهند صار معاها نفس الشيء، انه هم كتير في اشياء وكتير قصص طالعه عن الهند وقديش هم متخلفين وقديش هم وحشيين، يعني هاي يعني هم اهم صفتين كانوا يطلقوها على الشرق اذا بدنا نحكي، هي صفه الهمجيه والوحشيه وصفه الشبق. والشبق ليش كانوا يحطوه؟ لانه هذا كان نرجع نحكي بالقرن التاسع عشر اوروبا ومثلا انجلترا، خلينا نحكي لانه معظم المستشرقين طلعوا من هناك بالعهد الفيكتوري، هم كانوا شعوب محافظه جدا ويعني حياتهم بارده جدا، فهم كانوا يلاقوا شيء يعني يلهب مخيلتهم. فاذا بدنا نحكي عن الاسباب اللي دعت حسب الكتاب وحسب ما بنعرف من قبل وقراءات سابقه، انه الاستشراق او الادب الرحلات انتشر لسببين. السبب الأول اللي هو زي ما حكينا سياسي إمبريالي، إنه إحنا بدنا ننقل صورة لشعوبنا إنه هدول شعوب تحتاج الإنقاذ،
وانه هدول شعوب بيستاهلوا شو ما بيصير لهم، وانه احنا متفوقين، وهي كتير مهمه انه احنا متفوقين، مش احنا هم، انه متفوقين. والنقطه الثانيه انه نوع من الادب التجاري، انه ما حدا بده يقرا عن امراه عاديه ولا عن رجل عادي دمث واخلاقه نبيله، بدهم يقراوا اشياء فيها عنف، فيها شبق. فعشان هيك انتشر كتير ادب الرحلات هذا. بس معلش بعد اذنك، بعد اذنك سلمى، الموضوع معناته الاستشراق هو جزء من العمليه، لانه بنلاحظ الصور اللي منقولة عن أي ثقافة تانية غير ثقافة الرجل الأبيض هي تحتوي على نفس العناصر. يعني لليوم لما بنشوف أي أدب غربي بيطلع بيعطينا صور عن المكسيك لليوم، أو حتى الأفلام، حتى الدراما بيفرجينا زي ما بيفرجينا الغربي الشوارع بمصر قديمة جدا وبدائيين، بيفرجينا شوارع بالمكسيك بنفس البدائية. وبالتالي هل الموضوع فعلا يعني على رأي سلطان تبع العيال كبرت، هل هو استنصاب؟ يعني هل الشرق هو مقصود ولا العملية؟ لا، في استشراق وفي دراسات أمريكا اللاتينية وفي دراسة، وكل هاي الدراسات أو هاي يعني كل هاي دراسات عن الثقافات الثانية تحتوي على نفس العناصر والهدف واحد. هون بصير التساؤل، وبالتالي عشان ما نحس حالنا مستقصدين من الجميع. أكيد احنا حكينا من البداية انه الشرق المقصود مش احنا فقط، الشرق المقصود كان قصدوا فيه الهند، قصدوا فيه تركيا، قصدوا فيه المغرب العربي، اللي انا مش عارفة ليش مصرين يضموه للشرق وهو اصلا في الغرب يعني، بس خلص هو مضموم لنا اورينت. لا مش احنا لحالنا مستهدفين، اكيد اي حدا بيهدفوا لاستعماره مستهدف. هلا زي ما كان في ادب استشراق، اكيد في كان ادب للمناطق الثانية اللي هي زي ما حكينا بالأمريكيتين أو لأفريقيا، أكيد في كان أدب تاني مستهدف عشان يطلعهم بصورة الهمجيين اللي بيستاهلوا إنه إحنا ننقذهم. إحنا كشعوب متفوقة وشعوب حضارية ونملك ما نملك من الأسباب إنه نحكم العالم، فإحنا بنقدر إنه ننقذ هاي الشعوب للأسف. أوكي؟ مين رافع ايده دقيقة؟ محمد تفضل. معلش آدم راح أرجع لك بعدين، بس ناخذ محمد. أوكي، مساء الخير للجميع. أهلا وسهلا فيك. يعني كل اللي حكوا قبلي يعني هم استفادوا بشكل كبير بالتحليل لكل أبعاد موضوع الاستشراق، ويعني أنت برضو ما قصرتي، بس احنا بدنا نكون برضو موضوعيين. زي ما انا حسيت من بدايه الحديث اللي انت حكيتيه انه احنا لازم نكون موضوعيين، انه في موضوع الاستشراق في جانب ايجابي وفي جانب سلبي. ممكن الكتاب تطرق للاساطير او الإشي السلبي اللي اتاخذ علينا، بس ممكن كانوا في لحظه من اللحظات بعض المستشرقين اضافوا للثقافه العربيه او ادوا الى تطوير. هلا ممكن هدول احنا ما تمش تسليط الضوء عنهم، فإحنا ممكن يكون نأمل إنه في المستقبل كتاب بينظر للرأي والرأي الآخر أو البعد الأول والبعد الثاني للموضوع. طبعا حركة الرحالة أو المؤرخين أو المستشرقين هي يعني حركة قديمة جدا، والعرب بشكل أساسي كانوا من الرياديين في هذا الموضوع. طبعا ابن فضلان وابن بطوطة يعني هم موجودين، ولكن ابن بطوطة وابن فضلان اللي وصل لإسكندنافيا يعني زمن الدولة العباسية. طبعا الأهداف بتفرق في الموضوع، والكل يعني حكى في موضوع أو أنت بداية الحوار قلتي إنه هي بنحكي عن فترة من 1800 لألف وتسعمية للقرن التاسع عشر. طبعا في هاي الفترة إحنا كشعوب الرد اللي تم يعني الهجوم عليها من ناحية المستشرقين أو غزوها من قبل المستشرقين، كان من المغرب العربي غربا حتى الصين شرقا، هي واقع هذه الشعوب كانت شعوب منهكة أو وصلت لمرحلة ما عندهاش البنية الحضرية اللي كانت متواجدة في الغرب في هذاك الوقت. طبعا في عوامل كتير احنا ممكن نحكي في موضوعها، اللي هو انت فساد الحكام أو الدولة نفسها صارت ضعيفة. وخلينا نحكي على مبدأ المنطقة العربية، انت في 1800-1900 كنا احنا تحت الحكم العثماني، وكانت الدولة العثمانية وتسمى الرجل المريض يعني في هذا الزمن. فقضية الاستشراق كانت لأنك انت
تيجي للمستشرقين كان لها انه احنا بين قوسين زي ما بيقولوا عندنا هيك جس نبض، يعني حتى يشوف شو واقع هذه البلاد، زائد انه هو ينقل الصوره اللي الكل حكى فيها في يعني من اللي سبقوني. طبعا التاريخ هو اكاذيب المنتصرين واوهام المنهزمين يعني. ف بس انا اخذ بالي كثير، كنت مؤخرا بقرا كتاب لجوليان بارنز، هذا كاتب طبعا اكيد كلكم تعرفوه، هو الكاتب الانجليزي. فمن جمله السرديه تبعته هو بيحكي عن المؤرخين، فهو بيحكي يعني بيسال تساؤل في الكتاب، بيجيب لك انه احنا يجب ان نعرف تاريخ المؤرخ حتى نفهم النسخه التاريخيه المعروضه امامنا. عم بقرا الكتاب هلا كلنا. الاحساس بالنهايه. الاحساس بالنهايه، نعم صحيح. ف يعني هذه نقطة مهمة جدا، انه هذا الشخص، وطبعا اللي قبلي تطرقوا كثير في موضوع انه المؤرخ خلفيته ممكن في الزمن الفيكتوري كان محافظ، فهو فعليا ايش رغباته وتوجهاته راح ركز عليها، زي ما انت تفضلتي وقلتي صاروا يحكوا عن موضوع القتل، عن موضوع الشبق، عن موضوع الشخص الغير نمطي، لانه هو فعليا البعد اقتصادي، هو كان بده يجي يكتب كتب ويبيعها يعني. ففي نقطة، هو في مستهلك في الدول الغربية بده يعرف، زائد انه هو كشف لجوانب او ركز على صورة، وهذه كلمة صورة بدنا نحط تحتها خط، وحكى فيها الأستاذ رامي عود اللي كان يحكي قبلي، انه هو الصورة اللي اتاخذت من المنطقة العربية او المنطقة الشرقية للمنطقة الغربية، هذه مهمة جدا الصورة اللي ترحلت. في كاتب ميلان كونديرا طلع مصطلح اسمه الصورولوجيا أو الإيموجولوجي، هي اللي هو الصورة النمطية اللي صاحب اليد العليا شو بده يصدرها عن هذه المنطقة. وفعليا تم استخدام المؤرخين من قبل الساسة أو من قبل الأشخاص اللي بدهم لهم أطماع استعمارية في أنه يخلق الحالة النمطية من الصور اللي موجودة حتى يتم تعزيز الفكر تبعه. هي كانت بداية الصور لوجيا اللي موجودة. أنا يعني هاي كانت وجهة نظري للحوارات اللي انذكرت، وشكرا لكم. هاي مداخلة محمد. لا، هي شغلة مهمة فعلا، إحنا هذا اللي بدنا نشوفه، هي وين المشكلة كانت بالصورة اللي تصدرت للغرب عن الشرق، إنه هي صورة مهاجرة، صورة مش كاملة. هم أخذوا اقتطعوا جزء، ممكن يكون أكيد يعني، إلا ما يكون في يعني، إحنا ما بنقدر نيجي نلغي مثلاً إنه والله في شوية همجية، أكيد إلا في 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 مناطق معينة أو ب ب بمجتمعات معينة عنا أكيد لسه، وهذا بنشوفه هلا لسه بالقرن 21 مش بالقرن 19، لسه بنشوف إنه في 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 شوية وحشية، أكيد لا يخلو الموضوع. اللي بدي أحكيه رح أغششكم شوي لجلسة الأسبوع الجاي، في عنا كتاب عن أول مصورة فلسطينية كريمة عبود، أوكي؟ هذا كان بيورجيك الصور اللي كانت تصورها، وكان في مصور إسرائيلي يصور نفس الصورة. المصور الإسرائيلي كان يصور صورة المكان، فلنفرض الجليل، يصورها بدون ناس، هي تصورها مع ناس. فإيش الصورة لما كانت تطلع للغرب؟ إنه هذا وطن بلا 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 شعب. هي كانت تورج الصورة كاملة إنه لا، هذا كان في شعب، هذا في شعب، الأرض هاي إلها شعب. فهون ضروري إنه لما بنحكي عن الاستشراق، إنه وين كانت مشكلته، مش إنه هو حكى أشياء غلط، يمكن في جزء من اللي حكى مظبوط، بس هو ما نقل الصورة كاملة. يعني إذا بدنا نيجي نشوف أدب الاستشراق كله، إيش بخطر في بالنا؟ حرم لك، الحضايا، الدسائس، يعني هاي شغلة الدسائس كمان كتير مهمة. يعني هاي حتى إحنا صرنا بالآخر في عقلياتنا صار في عنا جزء كبير منا مقتنعين إنه إحنا كشعوب في يعني شغلة الدسائس هاي موجودة عنا. على كل آدم صح؟ هل سمعيني؟ تفضل. بس تعليقين سريعة، أنت قلتي الغريب المغرب يحسبوا على الشرق، أنا بس بحكم طبعاً دا أتعلم إيطالي ودا أكتشف الحياة في إيطاليا، الغريب إيطاليا في الجزر الجنوبية ساردينيا، الغريب هم من كانوا يجون من إنجلترا قبل 100 سنة، السياح كانوا يعتبرون ساردينيا اللي هي تعود لإيطاليا جزء من الشرق،
اوكي، فلا نحكي عن دولة عربية في شمال افريقيا، لا هي دولة نعتبرها احنا في اوروبا اعتبروها جزء من الشرق. أنا بس حبيت أوضح، سويت فايل شير اللي هو عن التراويح، مرت أسوي عرض للصفحة. أنا أشوف المواضيع دائما أكررها، تختاروها بصورة جيدة بأند أب أوت في أغلب الأحيان. المشكلة طبعا هي الكثافة، مرة كل أسبوع صعب جدا بالنسبة إلي أنا، ما أعتقد أني الوحيد أنه أتابع، ولكن الموضوع اللي يطرح هو جيد. فأكو طريقة الواحد ممكن يقرأ الكتاب لو هو ممكن، أو الدلالة، يعني تقريبا اليوم أصبح بالاخص التيد وليس اليوتيوب، وين اليوتيوب حتى اليوتيوب عليه محتوى جيد بس لازم نسوي له فلتريشن. التيد هو اوريدي مسوي فلتريشن. فهم وضعوا له منظومه، والمنظومه شنو؟ هذا الفايل اللي عملت للشير اني في الشات حاليا يتكلم عن انه كيف انت تباوع، لان هذا هم معلومه تعطى وشلون تتعامل معاها. صراحه هذا لفت انتباهي، انه اليوم امتى اكتشفت شيء مهم؟ قابل كان الشركات العالميه كانت نظامها حتى تنصح بالكتب، يعني هواي مثال تقرا، اليوم اتجهوا الى موضوع التد وموضوع هاي الحوارات لان هي طريقه جيده بالتعليم. للاسف مو كل الناس عندها جلاده، واني منهم، ما عندي قوه وعزيمه انه اقعد اقرا كتاب. قد مشاغل الحياه، قد جزء من البعد الشخصي، الله اعلم. بس من نتيجه انه المشاهده والحوار ساعد كثير للتعلم والوصول للمعرفة، يعني وصول للفكرة. فهذا ردت أوضحها هنا، أنا ممكن ترجمتها للغة العربية كذلك. شيء أخير أريد أقوله، هو طبعا حلو من ناحية معرفية احنا نتعامل عن النظرة إلى الشرق، أوكي، ومثل ما قلنا إذا نتكلم عن النظرة للشرق والنظرة الدونية، فكذلك أكو مسائل بالغرب نقدر أنه نقولها. الأفكر احنا ما ننتقد بالغرب ما يكون احنا كذلك مارس، يعني اذا اكو بعض السلوكيات هم يرفعوها ويعمموها، اذا كان اكو ملك فاسد، هم الملوك للاسف في ذاك الوقت طبعا اغلبهم كانت حياتهم ما كانت حياه كلها حياه نبيله، سواء عندهم او عندنا، طرح الامور حيعتبر بصوره شخصيه بالنسبه لهم. لما تقول كان عندك ملك فاسد وعنده علاقات، هو معلومه تاريخيا صحيحه، اوكي ما بيها اي خطا، بس لما تطرحها هو معاها يعتبرها هذا جماعتي، هذا قومي اني، اوكي، مثل ما يكون الموضوع أنه حساس بطرح قضايا تخص الشرق والتعامل معها. ودائما لما أريد أقول، لما أسمع هواية عن سلوكيات بالتعامل مع الشرق خاطئة، دائما أقول أوكي إذا أنت عندك رسالة تريد تحضر الشرق شيء عظيم، بس بالفعل حضره، يعني إذا أنت عندك تشوف مسائل سلبية بالفعل أنت لما تروح تصوت على سبيل المثال، هاي حملة سويناها العرب في أوروبا، إنه أنت مو تروح تشوف والله حيخلق فرق فرص عمل، أوكي؟ أنت روح شوف لما أكو على سبيل الدول تصدر أسلحة إلى حكومات بخارج العالم الديمقراطي، دول غير ديمقراطية، فكر هاي الأنظمة بالفعل أنظمة قاعد تعطي فرصة شعوبها تتطور. إذا أنت بالفعل حامل رسالة تحدث العالم تقود نحو الحضارة، ممتاز، بس كون بالفعل أنت طبق هذا الشيء، ومو تتكلم عن عيوب الشرق، وإنما شوف أنت إيش قاعد تسوي للشرق، وحكوماتك اللي قاعد تنتخبها، هاي الحكومات شلون قاعد تتعامل مع الشرق، تنتقد المجتمعات، ولكن للأسف كثير من الأنظمة وكثير من الدول هم يدعموها فعليا بأنه يزودوها بتكنولوجيا ويزودوها بأسلحة للأسف الشديد ما تخدم تطور هاي المجتمعات وإنه تكون نحو الأفضل. شكرا لكم. شكرا. واحد من الأشياء اللي كتير حسيتها مهمة بالكتاب، أنا حسيتها هي عرضت المستشرقين هدول بالرحالة إيش كانوا يحكوا أو إيش كتبوا وكيف نقلوا صورة عن الشرق، بس أنا ما حسيتها أعطت أدلة تدحض الأشياء اللي حكوها. ما بعرف إذا حدا عنده نفس الانطباع اللي كان عندي، إنه أنا حسيت إنه طب يعني أوكي أنت عرضت لي القضية، طيب وين الدفاع عنها؟ أنت عرضتها بس وين الدفاع عنها؟ يعني بتيجي مثلا إذا بدنا نيجي نحكي أدب بدك ترد عليه بالأدب مثلا، فبما إنه في كتاب كتبوا عن الصورة تبعت الشرق، إذا لازم في صورة توضيحية.
أنا مثلاً ما بشوف إنه في لغاية الآن إنه بأدبنا العربي ما بشوف إشي بيدحض الصور النمطية هاي، وبالعكس حتى إذا بدنا نرجع أول ما يعني مثلاً إذا بدنا نرجع لنجيب محفوظ مثلاً وهو حكى عن الحارات المصرية، أنا بالعكس شفته هو أكد هاي بأكد الصور صح. النمطية، ما لغاها أكدها. بينما بتيجي بتشوف مثلا عند الأدب الإنجليزي بتشوف تشارلز ديكنز حكى عن البيئات الفقيرة وحكى عن النشالين وحكى عن يعني حكى عن كتير شغلات وآفات بالمجتمع، وبنفس الوقت بتيجي بتشوف مثلا برونتي سيسترز أو جين أوستن حكوا عن المجتمع الأرستقراطي وكيف كانوا، ففي الصورة والصورة الأخرى، إحنا عندنا ما عندنا هاي الصورة، فأنا حسيته صراحة هذا حسيته ما أعطى الكتاب حقه تماما. مين بده يحكي؟ مين رافع إيده؟ معلش ما منتبه. نعمات؟ ايه انا رافع ايدي، انا ما نزلتها بس برضه في حابه احكي شغله. أوكي وانت اللي بتحكيه صح يعني، بس هي كانه الكتاب هذا مجرد هو نقد او انه ناقل صوره فقط عن الاستشراق وعن طبيعه الكتابه عن الشرق، يعني غير ما تحكي او تجيب سيره لاشياء زي ما تقوليها تنفي هاي الاشياء او يعني تركز على اشياء ثانيه فيها اشياء منيحه للشرق يعني، فقط ركزت على هذه النقطه هي. بس في انا شغله تانية حابه احكي نقطه يعني بالنسبه للاستشراق. هلا الكتب اللي كانت يعني الاستشراق المستشرقين كانوا يكتبوها كانت تلاقي صدى كويس على الشعب، على مستوى الشعب يعني، انت على مستوى السياسه والهدف الاستعماري حتى انه تسيطر الدول اللي هي اوروبيه او الدول اللي بتعتبر حالها متقدمه على الدول الضعيفه، انه كمان مش بس للسياسيين، هي للشعب، للطبقه البرجوازيه. فكانوا يعني هذا المكتوب عن الشرق كان يعني تقرأ الطبقة البرجوازية اللي هي المستوى الشعبي، يعني حتى إنهم ياخذوا هم الشعب نفسهم إن ياخذوا الصورة نفسها عن الشرق حتى يتوافقوا مع حكوماتهم أو مع سياساتهم، حتى إنهم يبرروا نفسهم مثلا إيش ما يعملوا مع الشرق عشان يتأكدوا إنه هدول الشرق فعلا بحاجة مساعدة أو بحاجة لرفع مستوى وإشي، حتى ما إنه يصير في تناقض ما بين الشعب ما بين الحكام أو السياسيين اللي بدهم يعني يسيطروا على الشرق، حتى يعني يحصل على دعم الشعب زي ما تقولي، إنه ما إنهم يوقفوا ضدهم، بالعكس إنهم يشجعوهم أو يكونوا معهم بصف واحد نحو الشرق. أو هذا بس اللي حبيت أحكيه. بس في شغلة يعني كتير برضو لفتت نظري من الأشياء هاي، اللي هي عملية تجارة الرقيق، إذا بتلاحظي إنه ركز عليها وكيف إنه صار إنه بالنسبة للنساء أو الرجال كيف إنهم بيروحوا على سوق وإنهم بيعرضوهم وما، بس تصور إنه أنا بالضبط أنا هي الصورة نفسها والمنظر نفسه. أنا في كتاب الجذور إذا قرأتي، ما بعرف، لا اللي هو بيحكي عن أمريكا وعن أيام تحرير العبيد وكيف إنهم كانوا ياخذوهم، يعني الصورة هلأ بيحكوا عن الشرق وعلى تجارة العبيد، هذا إشي بسيط من اللي كانوا يعملوه أول ما راحوا على أمريكا وبلشوا إنهم يجيبوا العبيد من أفريقيا من الأماكن، كيف كانوا يتعاملوا معهم، يعني الصورة كتير جدا أسوأ من ذلك بكتير، يعني كانوا ينقلوهم مثلا في السفن زي الحيوانات، يحطوهم بالكميات كبيرة وينيموهم نايمين على الأرض ويودوهم هناك وبعدين يحشروهم ويجوا يعرضوهم للأسياد، طبعا الأسياد البيض مين بده ينقي مين هذا 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 إلى آخره يعني. فهاي الصورة يعني بنفس الوصف، تصوري إنه نفس الوصف اللي وصفه في هذا الكتاب، إذا يعني كتير حلو. هلأ هذا اللي حكينا فيه بالضبط احنا ما بنحكي ما بننفي انه في جزء من الحقيقه يمكن باللي انتقل، بس انت بالاخر مش الشعب كله هو تجار عبيد، مش الشعب كله حكام وعندهم حراملك، فانا ما بقدر اعمم هاي صوره الحراملك واعتبر انه هي هاي الشرق كله. مزبوط صح. بقدر اوكي بس بعدين حتى بموضوع العبيد، طب ما مين اللي بده العبيد؟ مش انت الرجل الابيض؟ يعني انا بالضبط بالضبط يعني هلا هو هي اصلا امريكا لما اكتشفت مين سكانها الاصليين؟ البريطانيين، سكان اوروبا يعني، اللي هم نفسهم اللي كانوا يكتبوا عن الاستشراق ويعملوا ابحاثهم. مستعمرين صح؟ وليس الاصليين. لا لا، امريكا سكانها قبل ما تكون امريكا
مين اللي مين اللي راح؟ اللي سكان اوروبا اللي هم بريطانيا فرنسا، هم اللي راحوا امريكا صح؟ المهاجرين الاوائل. نعم بالضبط. هم يعني هم نفسهم اللي قاعدين يعملوا الاستشراق وعمالهم يكتبوا عن الشرق، هم نفسهم. طب انت يعني انتوا نفس الاسلوب عم تتبعوا هناك بالضبط، أسوأ على فكره. أسوأ يعني انت بتنقد بالضبط، بتنقد عمالك عمليه الرقيق في الشرق الاوسط او بالشرق بشكل عام، وانت عمالك بتمارس نفس الشيء في امريكا مثلا، وانت نفسك يعني وبنفس الفتره على فكره، ما هي مش بعيد يعني بالقائم 1800 وقبلها بشوي 1700 لما كان على استراليا راح يكون في نفس السيناريو، نفس الشيء. السيناريو بالضبط. بالنسبه للحرم لك يعني وعمليه اهانه المراه في اوروبا يعني كثير كثير يعني كثير أسوأ من عنا. لسه احنا مثلا الاسلام يعني انه في الشرق الاوسط كثير كرم المراه وصانها وعمل الى اخره. روح هلا حاليا في هذا وقتنا هذا كثير احنا وضع المراه العربيه احسن من برا، احسن من المراه يعني في نواحي كثيره بتلاقيها افضل، يعني بتحفظ كرامه المراه في افضل كثير في بعض الشعوب اللي هناك يعني. فانه يعني في تحامل يعني له هدف او له سبب، انه مش مجرد انه تحامل، بس هو هدفهم فعلا حتى بالنسبه لل يعني اكثر شيء بالاستغراق اذا بتلاحظي مركزين على المراه صح. كثير كثير يعني اكثر شيء مركزين على المراه. طب ليش برايك انه اكثر شيء التركيز على المراه؟ انا بقول لك هم هلا هي ذكرت الكاتبه انه هذا يعني بيعطيك الصوره اللي هي براس الاوروبي، لانه اصلا في بريطانيا هذا كان في عندهم يعني كبت يعني او انه يعني انه ما يعني كان ما فيش حتى في واحد منهم انه اللي ثار على الشغلات هذا وطلع من اوروبا. بعرف شو اسمه، انا في كتير اسماء الحقيقه ما يعني ما قدرت اذكر. في بورتون، في لورنس، في تيسيجر، في كان هذا لا اللي تمرد اللي تمرد وراح الجامعه وانطرد، ما بعرف ايش اسمه. بورتون هو اللي بالضبط ليله وليله، هو اللي جاب النظر بالضبط. مش هو راح على الهند وجاب خادمه جاريه وبالاخر تزوجها صح اذا بتلاحظ يعني. فانه نتيجه انه انحرمانه مثلا او شيء، فشاف انه لما كتب عن الشرق انه متنفس لإله، يعني شغله بقلب براسه يعني. هو بالصوره اللي نقلوها حتى هي ذكرت الكاتبه الصوره اللي نقلت عن الشرق نقلت لهذا من راسهم من تصوراتهم من صح. مش إشي ناقص عندهم، عشان هيك هم كتير ركزوا هذه الاشياء. بقول لك لو حتى لحد الوقت هذا بالنسبه للموضوع انه الفكره اللي ماخذها الغرب عن الشرق لا زالت يعني في حتى في القرن العشرين. حتى في قصة يمكن أنت قرأتيها إنه اللي صار من الهند وتعلم وراح زار عائلة في بريطانيا أو مش عارفة إيش هو، فما رحبوا فيه، ما لقوا الرجل الشرقي اللي هو براسهم اللي براسهم يعني اليوم متخيلينه لابس عباية ومتوحش هيك وأنا، فما رحبوش فيه. فبقول لك روح غير ترحيب. طب على هاي الصورة النقطة اللي أنت حكيتيها، مع إنه إحنا هلأ صرنا سنة 2022 بس لهلأ، ومع إنه في انفتاح كبير صح، ومع إنه في السوشيال ميديا نفس ومع الفكرة لسه منلاقي في هاي الصور دايما بخلينا نحكي مسلسلات أو أفلام هوليوود دايما الإرهابي من الشرق الأوسط زيد لما بيجوا على أي بلد عربي لسه بيحطوا جمال إنه يا جماعة أنتوا مالكم يعني. على فكرة الناس صارت تعرف أكثر من هيك، فليش ما بعرف إذا بتحبوا نناقش هالنقطة، ليش لسه في إصرار على إنه نضلنا نخلي هاي الفكرة موجودة مع إنه هلأ الناس يعني صارت تطلع عليها وعارف إنه هي مش موجودة بالضبط. يعني كأنه إشي يعني متأصل فيهم صار إنه هيك، إنه حتى ما في سوشيال ميديا وفي كتير أشياء صارت يعني صاروا يعرفوا كتير أشياء، إنما خلص العقدة هي نفسها بتلاقيها وإن قلت بس بتلاقيها موجوده. حتى عنا يعني مثلا هلا احنا اي اجنبي اي شيء شو بنهلله وبنكبره وهيك بنعمل يعني انه اعلى منا صح. عن جد عن جد عن جد يعني اي شيء عنا هون الاجانب كيف تحترميهم كيف بتعامليهم، ما بتعامل مثلا واحد عربي زيهم مثلا. بضل لهم القصه صارت معي الاولويه صح. قصه صارت معي بال2001 قديش تاثير الميديا وقديش تاثير هاي الاشياء علينا. انا المفروض بعرف يعني بعرف ايش الوضع، كنت وقتيها مسافره بعد 11 سبتمبر بعدها بشهر يمكن كنت مسافره المهم بمطار اثينا،
المهم الطيارة اللي أنا بدي أرجع فيها على عمان كان فيها وفد من ألبانيا، كانوا كلهم شيوخ، كلهم يعني سلفيين ومربيين دقون والستات حاطين خمار. المهم طبعا أخروا الطيارة وعملوا تفتيشات أمنية وفتشوا كل واحد، يعني كل واحد بالضبط تفتش. أنا المفروض عارفة هذا، أنا المفروض عارفة، أنا خفت إنه يكونوا عن جد إرهابيين. ليه؟ لأنه انزرعت لما أنت بتضلك حتى مع إنك أنت عارف الحقيقة وعارف إنه ما في منه هذا الحكي كله، بس يمكن تأكيد هاي الصور النمطية بترسخ الصورة أكتر وبتخلي في قناعة داخلية حتى لو بالسبكونشس إنه هذا الحكي مظبوط، إنه آه عمي هدول شيخ وإرهابي، ميدل إيسترن إرهابي. في حدا عنده حابب يضيف؟ أم محمد تفضل. على نفس السياق يعني إذا حدا من بلد في نفس البلد بده يروح من منطقة لمنطقة، هو بيكون فكر لما بيجي، يعني مثلا حدا مثلا من الضفة الغربية أو من برا حدود قطاع غزة بده يجي على مدينة غزة مثلا، الميديا كلياتها بتصدر إنه غزة عبارة عن منطقة مدمرة، بيوت من الإسبست أو من الزينجو، بنية تحتية مدمرة. هلأ على صعيد عملي بتقابل دائما مع ناس بتيجي من برا المنطقة هاي، بالشكل الأول أو بالمعطى الأول إنه هم بيجوا ملامح الصدمة بتبين على وجههم، إنه بقول لك إحنا ما كنا متخيلين الواقع اللي موجود. تأكيد على موضوع إنه شو السوشيال ميديا اليوم هي اللي بتصدر قاعد الصورة وبتخلق صورة نمطية عن الشيء. فالإجابة لا، أو بدي أسأل بدي أجاوب على التساؤل اللي أنت قلتيه إنه شو الصورة النمطية اللي الغرب بيشوف عنا. أنا بدي أجاوب بسؤال، إحنا اليوم كعرب إيش بنعمل حتى نكسر الصورة النمطية هاي؟ يعني إحنا للأسف الكتاب بيجي بيسلطنا إنه يا جماعة الخير ديروا بالكم إحنا في صورة نمطية سيئة عنا، ولكن للأسف إحنا ما فيش كتاب موجه. يعني أنا كتير مبسوط إنه هذا الكتاب للأسف مكتوب. في مرات عم بنعد بالأدب، إذا بدنا نحكي كأدب مش ككتب، للأسف فيش إشي موجه للأجانب، يعني فيش إشي موجه، فيش كتاب عنا بيكتبوا باللغة الإنجليزية لا الاند يوزر الأجنبي زي الكتاب هذا. يعني أنت من بداية الاستهلال قلتي إنه هذا كتاب فتح لنا عينينا على الجودريدز كاتبين، ولكن أوكي هلأ بس بدنا الكتب اللي تعزز اللي هي تفتيح العينين. أنا ما بنفع أعمل إضاءة واحدة في الظلمة وأقول أنه أنا والله عملت اللي علي. الفكرة أنه إحنا عندنا المنظومة نفسها لازم أنه يتم تصدير الصورة الصورة الواقعية اللي موجودة في بلادنا حتى نكسر تابوهات الصورة النمطية اللي انبنت من 1800 ولحتى الآن. لحتى الآن أنت بتحكي عن تراكم سنين، فكر سنين بيتراكم في عقول الناس. هلأ أوكي هلأ في ناس بتيجي على بلادنا من الأجانب، بس هل هم دورهم حتى بينقلوا الصورة بالشكل الشفاف اللي بنقول والله لا بلاد العرب تختلف، أو إنه قديش عددهم هدول؟ يعني أنت اليوم من تعداد أمريكا أكم من مواطن أمريكي اليوم بيمتلك جواز سفر؟ في يمكن 60% ما عندهم جوازات سفر لأنه ما بيحتاج يطلع برا أمريكا. فهذا الشخص اللي موجود في أمريكا كيف بدك تغير الفكر عنه وإنه بدي يشوف يحضر فيلم شو اسمه على الهوليو على السينما في هوليوود ويجي يكسر التابوهات إنه ممكن الإرهاب يكون شخص زي ما إحنا بنشوف هلا في الكرايزس تبعت روسيا وأوكرانيا، إنه كيف الشخص الأبيض الأشقر أبو عينين زرق ممكن يكون إرهابي. فأنت في تابوهات من زمان بهوليوود الروس من زمان إرهابيين، لأنه برضه إذا بدنا نيجي نحكي بنحللها سياسيا فهم برضه هي موجهة، لأنه هم يعني دائم من أول الحرب الباردة وخلص. ما هو دائما لازم يكون في عدو، العدو مين بدك تصوره؟ روسيا، الشرق الأوسط، هدول هم العدو. يعني حتى في حتى افلام ما بتتطرق لموضوع الارهاب، يعني لو بده يطرح فكره الثري العربي بيجيبوا شخص لابس جلابيه بحطه وعقال يعني هي في صوره نمطيه احنا تنمطنا فيها كعرب. للاسف السؤال احنا اليوم شو الاجراء اللي مطالبين انه احنا يعني ايش الهجمه المرتده اللي لازم نعملها؟ بالضبط.
عجبني يعني أسلوبك في الهجمة المرتدة. هذا السؤال حلو، نطرحه على المشاركين، إيش رأيكم؟ إيش الهجمة المرتدة؟ إحنا إيش مطالبين؟ لتعديل هاي الصور النمطية سواء عن طريق الأدب أو غيره. إيش اللي بنقدر نعمله برأيكم؟ أنا مش شايفة مين رافع إيده. أنا سلمى صالح رافع إيدي. آدم تفضل. آدم أنا بس أريد أعلق، إذا نأخذ واحدة واحدة الموضوع، أنت قلتي إنه مثلا نجيب محفوظ على سبيل المثال ما غير، ما حاول يغير بكتاباته. نجيب محفوظ كتب كتابات كش قوية، من ضمنها أولاد حارتنا، الحكي بيها إنه كيف نتعامل اليوم مع التعددية، تعرفين الدينية على سبيل المثال موجودة بالشرق الأوسط، هذا كتاب نعرف بعدين ما تعرض له هو من هجمة شرسة عالية. الكاتب مرة ثانية مو سياسي، لازم نفرق بين الموضوع. السياسي بالصورة الوردية الما موجودة بالعالم قلة جدا، هم للأسف يكون عندهم هذا الشيء إنهم مفروض يقودون ويغيرون المجتمع، هذا مو كاتب. الكاتب في مرة أذكر أستاذي قال هو الوحيد اللي يقدر ينطق البشر مثل الشاعر أشبههم. البشر قد ما يتكلمون خرسان، الكاتب هو اللي يستطيع الكتابة. إحنا ما نعرف أميين، فالكاتب من هو يعرف يصور المجتمع. ومع ذلك الرجل أخذ هاي النقطة ونزل كتابات تتكلم عن كيف المجتمع يتغير. هاي نقطة. النقطة الثانية، كيف نغير صورة الغرب؟ أنا أريد أقول نقطة مهمة، هو إحنا هنغير إحنا الصورة ونغير الواقع. إذا تريد نغير صورة الآخر نظرته إحنا، تعال نغير إحنا واقعنا. الواقع مظبوط. بالضبط. إحنا مثلاً بعض هاي الانتقادات الموجودة بيننا وبين نفسنا، هل إحنا مقتنعين بها؟ هل ننظر هاي الصورة؟ إذا هي مو فعلية فلازم نوضح الآخر، يا بترى أنت جاهل بما تتكلم عنه. أوكي، والأفضل قبل ما تصدر حكم عن الآخر إنه يجب التعليق تكون على معرفة. إذا أنت صاحب رسالة وتريد تغير الواقع لازم تعرف شنو الواقع تريد تغيره، لأن أنت ممكن جاي تريد تنشأ حرب للا شيء، لأن أنت تدمر واقع هو أصلاً مو مدمر، أو يعني تريد تغير شيء هو ما مو بالسوء اللي أنت قاعد تشوفه. أما إذا كان فعلي إنه هذا الشيء خاطئ، فأنا ما أقوم به للغرب، أنا أقوم به لأن أعتقد هاي مو طريقك. إحنا نرجع للإنسان، أنت تريد تغير المجتمع بأنه تغير نفسك، تغير سلوكك مرة ثانية، مو أفكارك. إحنا ما قاعد نناقش أفكار، إحنا قاعد نسلك في السلوك، ده نتعلم بفد معلومة اللي هي نصف التغيير. بس النصف الثاني إنه نسلك هذا السلوك. أوكي، إحنا مثلا نريد نحكي نقول إحنا نحب نكون مجتمعات مثقفة. أوكي، نريد مجتمعات نتعلم، نحكي نقول مثلا الغرب متعلمين، الغرب عندهم العالم الصناعي ابتكارات، عندهم شيء. فديوم أذكر في حوار، فديوم كثير جميل، أحد رجال الدين اللي يحترمهم الإنسان، فديوم صعد التاكسي سالف سالفة جميلة، فيقول فصعد التاكسي، هو رجل معمم بالعراق، فسائق التاكسي باوع له قال له أنتوا اللي خلفتونا، أنتوا أهل الدين اللي يبسون أمامه. فيقول جاوبه جواب كل الجميل، قال له زين أوكي أنا ما حأعترض عليك، بس سؤال واحد، أنت يا سائق تاكسي، أنت شنو الشيء الاختراع اللي أنت سويته؟ شنو اللي أنت رحت قمت به أنت؟ الاختراع اللي سويته أنت على مجاهدة تنتقدني آني كرجل دين، فرضت كل رجال الدين هم فاسدين وهم جاهلين ويقودون المجتمع نحو الجهل. ابدأ أنت بنفسك، هاي هي النقطة اللي نغير بها الصورة، أنه نغير الواقع وبسلوك شخصي. أوكي. شكراً. عهود. سلمى يعطيكم العافية. أنا بدي أحكي عن بالنسبة للهجم المرتد، كتير حلوة النقطة اللي حكاها محمد. هلأ يعني أسهل إشي هلأ بالنسبة إنه صارت الميديا، هلأ العالم كله زي ما بيحكوا بنحكي هاي الجملة دائما مفتوحة بعض، والإنترنت دائما وكله والتليفونات بين إيدينا. يعني أسهل إشي ممكن الميديا تاعتنا، أفلامنا، مسلسلاتنا، نتفليكس بتلاقي عليها كل الجنسيات المسلسلات. إحنا منتجه ما بعرف كيف مسلسلاتنا، يعني ممكن نعمل هيك غير عن الأدب طبعا. الأفلام بالنسبة نفسه بلاش، لما تسافر أنت، تسافر على مكان، أنت كون من نفسك أحسن نسخة أنت عن جد حاببها تكون وعن جد مصدقها وبتنقلها للطرف الثاني، مش عشان للشعب اللي انت عندهم، مش عشانهم، عشان انت كمان انت هناك تكون
انت راضي عن نفسك ونا الفكره الحقيقيه مش عم تتصنع، عن جد تنقول لهم اللي احنا بنعيشه عشان تكون مرتاح وهم مرتاحين لك، مش بس وتنسى الصوره النمطيه اللي احنا زي ما حكيتوا اللي احنا رايحين. هاي الصوره النمطيه ما حتطلع، زي ما قلتي سلمى دائما بافلامهم لازم الشرير يا روسي يا صيني يا شو اسمه احنا شرق اوسطي عربي يعني. فإذا ما تقدر تسافر نفسه السوشيال ميديا الفيسبوك تويتر كلها ما صارت مفتوحة على بعض، ما هو البوست بنتقل بشراسة يعني. فيعني في كتير أشياء إذا ما بتقدر تسافر وبلاش السوشيال ميديا، نفسك لما تشوف أجانب ببلدك تعامل معهم بالطريقة اللي أنت بتحب تتعاملها لما تكون عندهم ببلدهم. انسى كل الموروثات والمجتمع اللي انت عايش فيه طول عمرك، صح ولا لا؟ ما بعرف يعني، بس كتير يعني تاخذ النقاش. قولي لي. انا اظن انه في منها وجهه نظر، بس في للاسف في شغله وهي يعني بتنطبق علينا احنا كمان يعني، اظن يعني يمكن هاي طبيعه البشر، انه انت ممكن تكون ماشي منيح وكل سلوكك ممتاز، بعدين تيجي تعمل شغله واحده عاديه من للبشر بيدقوا فيها. ما هو عشان عربي هيك، ما هي عشانها بنت هيك، مش هيك احنا يعني هيك البشر عموما بتجوا لهذا الاشي، انه هم بينسوا كل اشي منيح وبيجوا بيدقوا بالاشي المش منيح. انا ما بعرف، انا عن نفسي انا بحس انه الادب او الميديا طبعا هي اسلوب كتير، هي الاسلوب الافضل، لانه انت بدك انتشار واسع. انت طبعا الواحد لازم يبدا من نفسه، هذا ما نختلف عليه، بس بالآخر أنت بدك انتشار أوسع. أنا كيف بدي أغير زي ما قلتي مثلاً let's say على نتفليكس، إحنا إيش الأشياء اللي عمالنا نصدرها؟ وهاي نقطة تانية، لأنه لاحظي معظم الأشياء اللي عم تيجي على نتفليكس عم تتعرض لانتقادات، لأنه هي ما عم تنقل الصورة اللي إحنا بدنا إياها تنتقل، فعرس عم نرجع نوقع بنفس الأغلاط، أو بتكون صورة حقيقية بس الأسلوب يعني ما بيعجب المجتمع. بديش أحكي أفلام معينة، في مقابلة ما بدي أطلع عن الموضوع سنة، بس في مقابلة لنور الشريف الله يرحمه بيقولك أنه أنا بالنسبة للأفلام، لأنه عن جد هي بطل يعتمد عليها بهوليوود، صاروا عم يتبعوا أنه فكرت فيها ما بعرف، أنا عجبني حكي وحسيت نقطته بالد، أنه صاروا يتجهوا حتى أنه عشان الكلمة اللي حكاها إيش، يوجهوا العامة انه ما بدهم مثلا سوبر ستار معين يكون ما دائما هو الافلام، يعني بيكون عمر النجم مثلا 5 سنين. بيقول لك شفت انه فيلم معين نجم معين طول عمره اكثر من هيك، لانه بدهم ما بدهم اياه يكون له نظره وتاثير على مجتمعنا، بدهم هم يصدوا الاشياء اللي هم بدهم اياها، مش ما يعتمدوا على النجم، عشان ما يكون للنجم تاثير للستار يعني، او ستار الفيلم النجم وقتها يعني عندهم. فهمتي علي؟ اوكي. شكرا أوكي. لكم. شكرا وهود. في حدا اي اضافة؟ عندي بس مداخلة صغيرة سلمى. تفضل. قرأت بعلم النفس لاحظت شيء جميل، اللغة. الصور هواي استخدمت وأنا استخدمها بالمناسبة، الهجمة والهجمة المرتدة. أكو كتاب جميل أتمنى كثير يترجم للعربي من كاتبة عالم النفس سويدية اسمها أنا كوفر، يقول الحياة بكل مكان بالعالم، مو نحكي عن مجتمع سويدي أوروبي أو الحياة هي مو حرب أنت تخوضها، بس خلت تكون واضحة. للأسف الإعلام وحتى لو نشوف الأفلام الأمريكية اللي انتقدها، حتى عد الإنسان الأمريكي سببت مشكلة، إنه الحياة الرجل أكو في صورة بطولية، لا شحت تشوف الأبطال هم أبطال كاراتية صاروا نجوم، أبطال كمال أجسام صاروا عندهم نجوم، زين هذا بطل كمال أجسام شنو الفكرة اللي يقدمها للشاشة؟ هاي الصورة للأسف النمطية اللي هم التجارية اللي باعها كثير. شترجع هاي تقول المؤلفة، تقول اللغة نستخدمها لغة مهمة جدا، إذا حكينا عن قضية الهجمة المرتدة صارت هي حرب، أوكي، ونقطة واضحة الحرب حنخسرها ببساطة جدا. ليش؟ لأنه إحنا كإنسان شو ممكن تسوي، شنو أنت ممكن أنه تسوي، أنت كشخص كإنسان، كل واحد هنا يقعد ويسمع ويشوف هذا اللقاء، أنت مو هدفك تكسب حرب الشرق ضد الغرب أو تكون جندي بيها، لأن إحنا مو جنود، إحنا بشر عايشين لحظة بالتاريخ، أيام معدودة، هاي الأيام لازم نعيشها بصورة نشوفها ذو قيمة، السلوك مالتها مو الأفكار ولا المشاعر، السلوك ذو قيمة.
إذا إحنا حققنا عشنا هذا السلوك، عشنا حياة ذا معنى ذو قيمة، سواء تنتهي بالجنة، تنتهي بمعنى حالة نفسية ما تكون مدمرة، أنت حققت شيء تفتخر به بحياتك. والنقطة الأخيرة اللي أذكرها عن موضوع الأفلام، للأسف المحتوى الأمريكي بالأفلام محتوى سيء، يعني حتى لو نشوف الأفلام الإنجليزية، أنا ما أتابع كثير أفلام بس من يتابعون قالوا شوف لا تروح بعيد، أفلام إنجليزية شوف المحتوى مالتها محتوى جيد أكثر. أقول لكم شيء أنا تابعته أكثر بحكم احترامي في السويد، اللغة السويدية لغة للأسف جدا محدودة، فأفلامها ما تنتشر، بس المحتوى مالتها محتوى ممتاز جدا، ركزوا على فتكون أكو روايات تحول إلى أفلام. وإحنا كلاحظت بحكم الجالية الشرقية كبرت النظرة قامت مختلفة، فكثير هواي من الأفلام تواجه هاي العنصرية الموجودة والنظرة للآخر وتواجهها، فكثير صراحة من الأفلام تحارب هاي النظرة السلبية اللي للأسف الأفلام الأمريكية صنعتها عقود طويلة من العنصرية تجاه الآخر الآسيوي الصيني الروسي. نعم الروس بيهم سلبيين بس مرة ثانية أكون بيهم معارضين لهواية من السلوكيات الخاطئة للصين، الصينيين كذلك أكو فد كالتشرال معين صورة، بس هم أكو كذلك من راجعوا بسنة 89 وحاولوا يغيرون هذا النظام الدكتاتوري وفشلوا. ماكو شيء اسمه الآخر هوية، الآخر مجموعة من البشر ملايين برؤى وتوجهات مختلفة، ولكن للأسف النظرة فقط للمحتوى الأفلام الأمريكية أتفق مع من قال هنا أنه هو محتوى سيء يستخدم هاي الأنماط، ولكن مو كل السينما هي سينما أمريكية. أكو سينما إذا واحد يشوف في دول أخرى لا سينما صراحة هادفة ومعنى جيد، بس للأسف ككل شيء بالإعلام هو محدود. شكرا لكم. بدي أنصحك بفيلم اسمه Five Fingers، هو هوليوود بس فيلم رهيب. لا هو اكو محتوى جيد، انا ما قلت كل الافلام الامريكيه سيئه، يعني مو هذا انا هم بدعمم، انا ما عندي نظره سلبيه على احد، هذا ما انتشر طبعا هذا الفيلم للاسف، بس هو فيلم حلو يعني. اكيد بالنهايه دائما حتى بالسينما في 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 شيء موجه وفي في ناس بيطلعوا بدهم يحكوا كلمه الحق، بس بالاخر مين الكلمه مين اللي صوته بيعلى اكثر. شكرا للنصيحه. شكرا ادم. رامي الحقيقة حاسس بفخ أنا على سؤال يعني أنا حبيت قصة الهجمة المرتدة، بس إذا بدنا نيجي للأدب عادة بنطلب من الأدب ومن الدراما إنه فرجونا الصورة الحقيقية للمجتمع والأخطاء تبعت المجتمع عشان الأدب يؤدي رسالته بتصحيح هاي الأخطاء. فبيجي الأديب أو جماعة الدراما بدهم يبرزوا هاي الأشياء الموجودة بالمجتمع المحلي اللي هم متواجدين فيه ويبرزوا، بقوم هذا يضرب ضربة عكسية على النقطة الثانية اللي احنا بدنا نفرجي أشياء غير عن صور اللي محطوطة بثقافات تانية عن هذا المجتمع. فبنيجي بنعمل هاي الشغلات اللي فيها صورة تختلف عن الصورة النمطية، بقوم المجتمع المحلي بيعترض ويقول ليه عم بتصوروا الأمور بهالوردية هاي وبهالصورة الزهرية هاي، العالم تبعنا لا مش هيك ومليان عنا مشاكل. فالحقيقة في مطب بشوفه مخيف، ما بعرف كيف ممكن نتطرف فيه. شكرا. هلا اكيد بالاخر ما راح فيش شيء راح يعجب الكل الا ما يكون في ناس دائما معترضه، سواء انت حكيت انا ما عندي مشكله انه الواحد انه بالسينما انه يتسلط الضوء على المشاكل، بس الاصرار انك دائما تورجي الوجه السيء مش يعني راح يخدم مين بالاخر. يعني اقول لك ايش واحد من اعظم الافلام اللي انعملت بتاريخ السينما عالميا وبيعطي صورة مشرفة ومشرقة عن الوطن العربي؟ عمر المختار. في 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 فيلم بهاي القوة، فيلم عالمي، ممثل عالمي، قصة حقيقية، وما فيها ابتذال. ما بنقدر نعمل هيك أفلام. صحيح. أنا ما بنقدر نعمل هيك أفلام، بس ليش دائما إصرارنا إنه لأنه على الأغلب هاي الشغلات الكونتروفيرشل بتعمل بتخلق جدل أكتر وبتعمل انتشار أكتر. يعني للأسف يمكن التركيز على الجانب التجاري عم يتفوق على الجانب أنا إيش بدي أوصل، إيش الرسالة اللي بدي أوصلها، رسالة الفن. عادلي بس لأنه الفيلم اللي هم اللي عملوه هم الأجانب اللي عملوه، يعني لو إنه العرب يكون أفضل هذا الفيلم اللي هو عمر المختار. لا اللي عملوه مصطفى العقاد.
مصطفى العقاد، العقاد لا أجنبي هو اللي أنتوني كوين. آه بس مين المخرج؟ صحيح المخرج المخرج مصطفى العقاد. مظبوط، هو مصطفى مصطفى العقاد. العقاد، بس يعني له الكل العمل كله يعني أجنبي، بضله مش إنه إنتاج بس عربي. إذا أنت بس يعني ما كان راح يطلع للنور إذا ما كان في وراه حدا بده يوصل هاي الصورة. بالضبط، ما بقول له لولا إنه مثلا أجنبي وإنه اللي مثل وممثل مشهور وإشي ما كان انتشر أو عمل زي هيك يعني، إنه لو بالمقابل، كان عمل بالمقابل عربي لورنس هو أوف لا. يعني أرابيا. أنا لا شك إنه كتير ممتاز يعني العمل طبعا، بس إنه لأنه إجا من ناحيتهم هم كمان يعني، إنه يعني لو إنه ليش إيش الغلط لو ما كان من العرب مثلا، مش راح يكون له هذا الصيت وهذا يعني النجاح. ما بعرف، يعني في ايد اجنبيه. ما بعرف، ما بعرف المنتج مين، اذا الانتاج يعني اذا مصطفى العقاد هو كمان المنتج فلا هيك ما إلوش، هو جاب ممثلين اجانب عشان بده اصلا يوصل للعالم الغربي. مظبوط يعني هي صح هون كمان، الشطاره بالعكس يعني هذا زي ما اشي، حكيت هون، هذا اشي طبعا يحسب اه لنا، يعني زي ما يحسب حكيت لإله هون، طبعا اكيد. زي ما الكاتبة كتبت الكتاب بالإنجليزي عشان هي بدها بالضبط. إياه يوصل للقارئ الأجنبي، ما هي عارفة إنه الكاتب القارئ العربي بيعرف هاي الأمور، أو مش بيعرف هاي الأمور، رافض هاي الأمور أصلا، يعني مش مظبوط، مصدق بس فيها. انه يعني هو انه ساهم في انه في انجاح الفيلم يعني، عرفتي كيف؟ بس أكيد. هذا قصدي يعني، انه لانه مشاركة اجنبية نجح نجح، أها عرفتي كيف؟ يعني انا مش قصدي أكيد. اني اقلل من قيمته، بالعكس يعني كتير حلو، هو بس انه كانت كانت للمعلومات فيه. الأدق، ليبيا هي من أنتجت الفيلم وتم بالضبط، تصويره في يعني انا ليبيا، اظن اكيد اللي المنتج بده يكون له علاقة بالمنطقة تبعتنا عشان وتم الاجانب ما إنتاج عندهم مصلحة نسختين، بالموضوع. وتم إنتاج نسختين من الفيلم، نسخة عربية ونسخة أجنبية. هلا أي نعم، أنتوني مظبوط كوين صح، مثل النسخة الأجنبية، ما اظن في نسخة عربية من ما عمر في، ما المصري، أعتقد، مش كتب هو رسالة، الرسالة، كتب قصدي رسالة رسالة، مع نسخة اسم، عربية مدبلجة، كانوا ما مرقت علي، دبلجوها انا بعرف قصدك؟ في رسالة في نسخة في عربي دبلجة، ونسخة نسخة انجليزي، ما الرسالة، بعرف. صح. في دبلجة، بس إنه مين اللي كان أنتوني كوين زي ما تفضلت الأخت، هو اللي تم ظهوره، لأنه أي نعم أنتوني كوين قيمة في الفن وإشي، ولكن هو موجه للمشاهد الغربي. هي الفكرة، هي مبدأ الهجمة المرتدة اللي أنا طرحته ايوه حتى بالضبط، ينكر هو بالذكي انه انا بمول الأستاذ. الاشي، يعني هو حتى مش غلط انه الواحد بيستعين انه عشان يبرز يعني النقطة اللي بدنا نبرزها والهدف المرتد اللي بحكيها، بس مش غلط يعني، انه بس حتى لو شاركوا بس انه يبرز هذا الاشي، هذا مش غلط طبعا. لاحظي في شغلة مثلا بالمسلسلات والافلام الهوليوودية، لما بيجيبوا واحد ارهابي من الميدل ايست ما بيقبل ولا ممثل عربي انه ياخذ الدور، بالاغلب بيجيبوا باكستاني او هندي، لانه بيعرفوا انه هم ما بدهم يوصلوا، يعني اذا حدا بيحترم حاله طبعا، يعني بيقول لك انا ما بدي اشارك اني اوصل صوره مسيئه، ليش اطلع حالي انه ارهابي، يعني إن انا هيك بالعكس عم باكد هاي الصوره على حالي، يعني او على بلادي او على الشعب كله. على كل، في حدا عنده أي تعليق تاني على الكتاب بشكل عام، على الموضوع قبل ما ننهي؟ طيب أنا ما أظنش في، بعرفش في إشي ضل ما حكينا عنه، أظن غطينا كل الأشياء. على كل، أنا أظن إنه هو هذا الكتاب كتير مهم إنه ينقرأ، يمكن زي ما حكى لي آدم هو مختصر المفيد وبطريقة مبسطة عن كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد، فيمكن بيغني شوي، لأنه فعلا لما بدنا نعرف كيف وصلت الصورة النمطية للعالم الغربي عنا، أكيد جذورها بتمتد لقرون لقدام، مش إشي جديد، فضروري نعرف كيف بدت هاي الأمور وليش بدت هاي الأمور، وأظن هذا الكتاب يعني سلط الضوء ولو بشكل بسيط إنه نفهم الموضوع بصورة أحسن. شكرا للجميع، شكرا لمداخلاتكم. الأسبوع الجاي راح تكون آخر جلسة معنا قبل شهر رمضان، طبعا بشهر رمضان راح يكون إجازة، يعني هيك بتخلي الواحد يرتاح شوي. جلسة الأسبوع الجاي راح تكون بنفس الموعد 7:30 على زوم. راح يكون الكتاب كتير بسيط، رواية صغيرة اسمها سيرة عين لإبراهيم نصر الله، بتحكي عن سيرة أول مصورة فلسطينية اللي هي كريمة عبود، وراح يكون الميسر صديقنا سعيد هديب، بتمنى إنه تقدروا تحضروها. على فكرة إحنا ناقشنا جزء هي ثلاثية الأجراس،
احنا ناقشنا جزء منها قبل يمكن اكم من شهر اللي كانت ظلال المفاتيح، وهذا الجزء الثالث اسمها سيرة عين. كتاب كتير حلو بسيط ما بياخذ يعني معكم يمكن ساعتين، وبنتمنى انكم تحضروا معنا الاسبوع الجاي. شكرا للجميع. شكرا. يعطيك يلا سلام. يعطيك العافيه. الله يعافيكم.